السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، تفضل. يقول السائل: فتاة شابة تزوجت من رجل كبير فأحبت شابا وتواصلا معا على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد فترة أرادت الطلاق من هذا الزوج فأبى، فذهبت إلى بيت إخوانها فهي فقيدة الأم والأب، فضربوها وأعادوها إلى منزلها، فهربت مع هذا الشاب، وبعد فترة ذهبا إلى حكيم هو من خارج مصر، فلا أعرف هل الحكيم هذا قاضي أم ماذا، ولكن السائل قال أنها ذهبت إلى حكيم فحكم لها بالطلاق واتفق مع زوجها على الطلاق، فأبى الزوج فطلقها وذهب بهما إلى وكيل شرعي فطلقها هو فتزوج. يعني اختصر الدور، أنت تقرأ من ورقة، مش فاضل أنك تقرأ عليه رسالة من ورقة. الآن هي امرأة لا تريد زوجها الأول لتعلقها برجل آخر، طلقها الزوج أم لم يطلقها؟ لم يطلقها الزوج، لم يطلقها. طيب كيف يعني تزوجت الآخر، رسميا أو دون أو غير رسمي؟ هذا من خارج مصر يحكي أنه ذهب إلى حكيم. يا عمي مالي ومال حكيم، أنا أتكلم الآن على الزوج الآن، خلينا أنا في الزوج المعاشر لها الآن. طلقها أم لم يطلقها؟ لم يطلقها. لم تختلع منه؟ لا لم تذهب للقاضي. لم تختلع ولا، وهي على ذمة الرجل كبيرة من الكبائر وعايشة في الحرام. اختصرنا الدور. لكن يا شيخ، هي تزوجت هذا الشاب بورقة شرعية عند مأذون شرعي. ده قضية تسمع من الأطراف، الله يحفظك. الزوجة توفت الآن، تسمع من الأطراف، ننظرها القاضي عن قرب، عن بعد لا يصلح النظر فيها عن بعد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. اتفضل. جزاك الله خير يا سيدي. انا اسف، لو في صلاه جهريه الامام بيصلي في صلاه جهريه، فجي في خواتيم سوره وهيبدا في السوره اللي بعديها، فهو بيقول لا اله الا الله والحمد لله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم كذا، هل ده يجوز؟ هو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يبطل الصلاه. لكنه لا يبطل الصلاه. نعم. السلام عليكم. أحمد أمين أبو هشيمة، حفظك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك رشا بنت جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل، بارك الله فيك. الله يحفظك، أنا مبسوط جدا أنا بكلم حضرتك والله. الله يجمعنا وإياك في الفردوس يا رب. آمين يا رب. السامعين والسامعات. فضيلة الشيخ، أنا شفت بس حملة على الفيسبوك من بعض المشايخ بيتكلم إن سعادتك بعت حديث الصحيحين. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يعني العتب على أنني ضعفت حديثا في الصحيحين؟ نعم. ده العتب على كده يعني؟ أيوة، يعني بيقول هتفتح بقى يعني. صبرا صبرا اسكت بس، خلينا نتكلم بس نحدد القضية. تفضل. يعني هل العتب على أنني ضعفت حديثا في الصحيحين؟ أيوة تمام. طيب هل كل أحاديث الصحيحين ضعيفة صحيحة بالاتفاق، أو في بعض الأحاديث المنتقدة؟
هم بيقولوا الأمة تلقتها بالقبول، فإحنا ما ينفعش. إذن هؤلاء لا يصلح معهم التفاهم لأنهم ليسوا أهل علم. وإن أردت أن تتعلم تمام، انظر الأحاديث المنتقدة على الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله أمين. في الكتب الآتية، أولا في كتاب التتبع للإمام الدارقطني على الصحيحين، ثانيا نفس الكتاب العلل للدارقطني بتوسع، ثالثا انظر إلى كتب العلل لأبي حاتم الرازي رحمه الله، وانظر أيضا مقدمة فتح الباري فقد أورد الأحاديث المنتقدة وتعقب ما يستحق التعقب وأقر ما يستحق الإقرار، ما يستحق الإقرار. إجمالي القول، هناك بعض الأحاديث انتقدها الحفاظ، لست أنا بالدرجة الأولى، انتقدها العلماء من قبلنا، انتقدها العلماء من قبلنا ولكنها نسبة ضعيفة. إذا قلت مثلا البخاري انتقد عليه الدارقطني 110 حديث من 4000 بدون مجرر تقريبا 2.5%، ما انتقده الدارقطني منه الانتقاد تم ومنه ما لا يتم. إذا قلنا تم مثلا 1.5%، رأي البخاري 1%، رأي الدارقطني، هيكون النسبة كام الآن؟ هتكون نسبة 1%. 1%، إذا كانت 1% ما في بشر معصوم، فده لا تعكر على التقعيد العام. فكوننا ذكرنا حديثا من 1% هذه ما أجرمنا أبدا. وفي صحيح مسلم على سبيل المثال أكثر وأكثر، في صحيح مسلم أن مسلما أخرج حديث عن أبي سفيان أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سفيان أنه قال لرسول الله: يا رسول الله أسألك ثلاثا، بعد أن أسلم قال: ما هي؟ قال: يا رسول الله تؤمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، ابني معاوية تتخذه كاتبا لك، عندي أجمل العرب أزوجك إياه أم حبيبة ابنتي. وأطبق علماء السيرة على أن الذي زوج أم حبيبة لرسول الله هو النجاشي، بعد أن مات زوجها بالحبشة زوجها النجاشي للرسول وأمهرها 4000 دينار، 4000 عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا العلماء بارك الله فيك بعضهم يدافع عن مسلم. ابن القيم أورد وجوه الدفاع، وابن القيم نفسه أقر قال: هذه الأوجه من أوجه الدفاع لا يرتضيها أهل العلم بالحديث، والصواب أن الحديث من الأوهام، فما في منع أبدا أن في شخص يهم، لكن على الإجمال نقول إن الغالب على البخاري الصحة والسداد إلا أحرف يسيرة كما قال العلماء انتقدها بعض العلماء كالدارقطني وغيره. فهمت الكلام؟ تمام، فهمت. ربنا أيوة، يعني الهؤلاء جهلة أو يعني عياذا بالله يعني يتصيدون أي شيء يرونه خطأ بجهلهم. أنا طبعا يعني تابع دكتور، بعد إذن سعادتك يعني تابع دكتور، أثنى على حضرتك ثناء جميل والله، وقال يعني الناس قارنت ما بين سيادتك وما بين النووي الإمام الغزالي، الشيخ الغزالي. يا ربي يبارك لي فيك ويكرمك ويكرمه بطاعته، الله يكرمنا وإياكم بطاعته. لكن أنا أقول لك شيء، نعم أقول لك شيء، إن الله يبارك فيك ووفقنا وإياك لكل خير. والله العظيم نحن نجل الإمام البخاري ونعتقد أنه أمير المؤمنين في الحديث، لكن ليس بمعصوم. وبعدين أنا أبرزت ما قاله الإمام أحمد في حديث من الأحاديث، أبرزت ما قاله الإمام أحمد في حديث من الأحاديث مخالفا فيه الإمام أحمد البخاري. أحمد إمام أيضا طبعا. وأنا أذكر لك حديث، بس ما أحب أن أكون أول من صرت الكلام، هو صار من قبل يعني، حديث مثلا في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم تمام ما أحب أن أثير الكلام فيه لأن لا يفهم الكلام على وجهه. ماشي، أكلمها هواصل في وقت آخر، لكن راجع لنا دروس اسمها التتبع موجود على النت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الله وبركاته الشيخ حبيبنا. تفضل، الله يغفر لي ولك. أحبك الله سيدنا. أحبك الله. السؤالان جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. السؤال الأول، هل يجوز
فتاة ذكرا بالغ تقرأ القرآن وتنشره على النت يسمعه الشباب. صوت وصورة ولا صوت فقط؟ صوت وصورة فضيلتك. هذه تولد فتنة، هذه تولد فتنة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وياك عبد الرحمن. دروس الظهر مبسوطة على النت ولا ايه؟ يا ليت والله، يا ليت. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى، لو شيخ الأزهر أفتى بشيء وأعطى بالدليل والبرهان. طيب. وحضرتك برضو ما جوزتش الأمر ده بالدليل والبرهان، ناخد برأي مين؟ خذ الأحوط لك في دينك. الأيسر ولا الأحوط؟ الأحوط لك في دينك. طب وأنا إيه، عرفني الأحوط يا شيخ مصطفى. ما هو الأحوط بيبقى واضح، معروف ده أحوط ولا الأحوط. طبعا أنت دخلت أن كل استدل بدليل، صح؟ تمام. وكل استدل بدليل صحيح على حد قولك. تمام. فماذا أفعل؟ الأحوط لي في ديني سأخذ به. طب ما هو أنا أميل للأحوط اللي هيبقى أيسر لي. لا، مش لازم الأيسر. عندنا جاءت امرأة إلى رسول الله، عفوا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عقبة بن الحارث، وقال: يا رسول الله، إني تزوجت بنت إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة وزعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة. هو يدعي ذلك أنها كاذبة وما شاف يعني، وهي كاذبة يا رسول الله. قال النبي: كيف وقد قيل دعها عنك، دعها عنك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذه النصوص تحملنا على اختيار الأحوط لنا في ديننا، والله أعلم. ملزمين يا شيخ مصطفى أن نمشي وراء الأزهر ولا مش إلزام؟ أنت أنا وأنت والأزهر وجميع الخلق ملزمون أن نمشي على كتاب الله وسنة رسول الله. تمام، شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ خالد؟ الحمد لله. دلوقتي ليا يعني في أم عاوزة تخلي الابن يجهز أخته وهو الوحيد. بس ابنها عارف إن الأخت يعني مش هتنفع الجواز بمعنى صح. فطبعا الجواز النهارده مبالغ فيه في التكاليف، ممكن يعدي ال 250 الف جنيه جهاز، وطبعا الابن شغال على قده هيديني بالفلوس دي. فهو بيقول للوالده حاولي تعلمي البنت شويه في امور الجواز، لان انا يعتبر الابن متجوز من سنه وعارف كل المتطلبات بتاعه الجواز عامه. عفوا، يعني الان سؤالك: اخته تقدم لها خاطب كفء، تمام، والام تريد منه ان يجهز اخته، وحالته المالية ضعيفة. يعني هي ماشي لحد يعرف يصرف عليهم، لكن أيوة يعني حالته المالية لا تتحمل أنه يجهز أخته. تمام. ها؟ تتحمل أن يسمع، لا تتحمل أن يجهز أخته. فهو يقول لهم يريد تأخير الزواج. بمعنى صح، يعني أنا مش في مشكلة الواحد يدين في فلوس، بس يعني الأخت نفسها لسه ما تهيئتش. يعني كم سنة البنت؟ البنت 19، ولكن هي زي مختلطة بالناس شوية في أمور الجواز عامة، يعني هي لسه شوية. أنا شايف إن هي يعني ستروا عليها أفضل لكم لوجه الله. يعني أنت شايف الخير نعمل إيه يا شيخنا؟ والله يا أخي استروا على أختكم وزوجوها ما دام تقدم لها الكفر. تقدم الكفء الآن نعمة من الله، يعني الأكفاء قليلون، الأكفاء قليلون. جزاك الله عنك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. اتفضل. بارك الله في عمك وعلمك. وإياك. اتفضل. ونرفع بك الإسلام والمسلمين. وإياك. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ سيد الأزهر. الله يبارك. من يتبع الفتوى اللي هي فوائد البنوك حلال واستثمار والله يا أخي الكريم، أنا أجبت عدة مرات على هذا، تدين الله بأنها ربا. والسلام عليكم. بارك الله فيك يا عبد الباسط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله أنا بخير بفضل الله. تفسير الآية اللي هي في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. الآية دي معناها يعني هو بعد ما يعاين سكرات الموت ويعاين ملائكة الرحمة والعذاب، هل معناه إن هو لو رجع للدنيا تاني هيعود لكفره أو لعصيانه كده ولا؟ نعم نعم، بل أصرح منها وقول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، هو الآية. أيوة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هم أصبحوا الآن أمام النار. تمام. ورأوها وسيدخلونها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهم رأوا النار فتمنوا أن لو رجعوا إلى الدنيا ولا يكذبون بآيات ربهم. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. هي الآية ونحوها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لو رأيت لرأيت منظرا عظيما، منظر عظيم رأوه. لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق، لرأيت منظرا عظيما، ومع ذلك لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. يعني هو سبب كفر يعني مختوم على قلوبهم تماما. الله نجينا وإياك يا رب. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضلي يا أختي. بسأل عن الدعاء، بنقول اللهم اسقنا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من يده شربة حنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، هل هذا الدعاء صحيح؟ والله في المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة لم أرى هذا الدعاء. يعني هل الرسول هو الذي يسقي بنفسه بيده الناس أم هم يشربون من حوض رسول الله؟ ندعي نقول إيه؟ اللهم أسقنا من حوض نبيك عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن ده التي يعني هذه التي تفيدها ظواهر نصوص الحوض التي وردت عن رسول الله. أما هل الرسول بنفسه يسقي الخلق؟ كلهم ما علمت نصا في ذلك. وإذا ذكرنا شخص بنص ما نحن مع النص دائما. الله يبارك فيك. في دعاء آخر اللي هو أنا بسمعه بقالي فترة: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وألتأجئ إلى حولك وقوتك. أيضا غير مأثور، غير مأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نقول أحسن منها: لا حول ولا قوة إلا بالله مكتزئة. ما معنى لا حول؟ وهي نفسها تؤدي المعنى لا حول. من معانيها لا تحول، لا تحول لشخص عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشخص على فعل شيء إلا إذا قواه الله. مثلا واحد على الإيمان لن يحول عن الإيمان إلى الكفر إلا إذا حوله الله. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صلي الجحيم. واحد في منصب لن يتحول عنه إلا إذا حوله الله. واحد يحب واحدة لن يتحول عن حبه إلا إذا حوله الله. امرأة تحب شخصا لن تتحول إلا إذا حولها الله. جار في مكانه لن يتحول عنه جار السوء إلا إذا حوله الله. وهكذا قال الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. في الباب الآخر لا قوة، لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. لا قوة لي على الذكر إلا إذا قواني الله. لا قوة لي على الفتوى إلا إذا قواني الله. لا قوة للمرأة على الطهي إلا إذا قواها الله. لا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواها الله. ومن ثم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وما توفيقي إلا بالله.
فماذا؟ هذه الكلمة نفسها لا حول ولا قوة إلا بالله هي أفضل من تبرأت من حولي ولا وقوتي إلى حولك وقوتك. المعنى مؤدى وكافي بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت أنا عندي سؤالين إن شاء الله. أنا مؤخرا أثبت لدي القدرة المادية أن أنا أطلع الحج. أنا مقيم في الإمارات. الحمد لله. أنا كانت ظروف الولاد كنت متوقع أن هم يخلصوا مدارس قبل العيد على طول. المهم أن الولاد خلصوا بدري. المهم أن أنا قدمت في الحج متأخر جدا بعد موضوع القرعة. فالأخ اللي سعالي فيها قال لي لقيت لك تأشيرة واحدة فقط. للأسف ما فيش للمدام يعني. وأنا بصراحة المدام ما لهاش دخل مادة غيري أنا يعني. الزوج مش اسمها المدام مدام ليه؟ اسمها الزوجة زوجتي مش مدام. زوجتي يعني هي ما لهاش دخل مادي غيري. فأنا كنت أتمنى إنها تطلع معايا. فلما الأخ وفر لي تأشيرة واحدة بس فأنا قلت له لا بصراحة إن شاء الله ربنا يكتبها لنا في المستقبل خصوصا أنا مش هسمح لها إنها تسافر لوحدها يعني. فالسؤال هنا هل أنا كده لما رفضت التأشيرة إن أنا أطلع لوحدي هل ارتكبت ذنب ولا لا؟ ده أول سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هناك مسألة اختلف العلماء فيها ينبني عليها الجواب على سؤالك. هل الحج على الفور أم على التراخي؟ يعني أنا استطعت الحج هل أحج في الحال لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أم يمكنني أن أؤجله سنة لعلة؟ فالنبي أجل سنة أو أجل. فالمسألة فيها قولان. الظاهر لي أن الحج على الفور إن استطعت إليه سبيلا وأنت لست بملزم بتحجيج زوجتك إنما هو فضل أنت تفعله فيها. يعني أنت شرعا لست بملزم بتحجيج زوجتك. لكن إن أردت كما ذكرت أن تخرج معا عاما مقبلا إن شاء الله إن شاء الله لك سلف قالوا بأن الحج على التراخي خاصة لعلة وردت عليك وهي أن تأخذ زوجتك معك. إن شاء الله اجتهدت وإن شاء الله لست بآثم. وأسأل الله أن ييسر لك ولزوجتك الحج العام القادم. اللهم أمين. السؤال الثاني بس سريعا يا شيخ لو سمحت. موضوع زكاة المال. أنا قدامي فرصة هنا وفي أدوات إلكترونية كتير أن أنا أطلع زكاة المال بتاعتي في 5 دقائق وأنا قاعد في بيتي. بس أنا بشوف أنه أهل الناس اللي حوالينا في مصر أولى. الفقراء اللي هم حوالين اللي في المدينة بتاعتي هناك أولى. كيف عفوا كيف تؤدي الزكاة بالطريقة الإلكترونية إلى من تصل؟ إلى الدول أو إلى الأفراد؟ لا الجهات الرسمية هنا أقدر أن أنا أحولها إلكتروني بالكريدت أقدر أو بالفيزا يعني أقدر أحول الفلوس في 5 دقائق أكون خلصت أحدد مبلغ زكاة المال وأحوله إلكترونيا والجهة دي هي تبقى زي الأوقاف اللي هنا أو كده. بس أنا برتقي أنا بقالي كذا سنة أن أنا أبعث الفلوس دي لإخواتي أحسن وهم يوزعوهم. أحسن أحسن. المشكلة فين بقى؟ المشكلة أن الدايرة وسعت وأصبح كل الناس بيبقوا بشبه عارفين أنت باعت كام وأصبح الكلام بيزيد. لا توسوس لا انا بحس ان في يعني الترائي بيدخل لقلبي وبحس ان انا خايف او مش حاسس ان انا بعمل حاجه صح مع ان انا ببقى يعني هم اللي بيحكوه لي ان فعلا الفقراء بي يعني الفلوس بتوصل لمستحقيها. بس المشكله انه ده انت بعت كام ويعني المبلغ زي ما يكون بيتعرف المبلغ الحمد لله كويس. وضحت انا عايز اقول لحضرتك ايه؟ وضحت. انا خايف من احد امرين اما من الرياء او من الحسد. لا انا مش خايف من حسد حد. انا خايف من الرياء ان كله بيقول لك قد كده. يا حبيبي صل على الرسول بس صلى الله عليه وسلم. انت عملت عملك لوجه الله ام كي تحظى بكلام الناس؟ لوجه الله والله. خلاص لا تبالي بقى بالمهم. لا تبالي ما وراء ذلك. وبعدين الزكاه المفروضه اصلا الزكاه المفروضه قال عدد كبير من العلماء يستحب اظهارها. صدقه السر الصدقه النافله هي يستحب كتمانها. أما الصدقة المفروضة تظهر هي تظهر أصلا تلقائيا. أنت فاهم الكلام؟ على عهد الرسول قالوا منع ابن جميل ومنع خالد ومنع العباس. قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا إن خالدا احتبس أدراه واعتده في سبيل الله وأما العباس فعليه ومثلها.
وما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، فمعروف فلان أخرج زكاة مال أم لم يخرج. أنت الآن تخرج زكاة مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحفظ قرآن. أنت بتحفظ قرآن؟ أيوة. أنت ولد ولا بنت؟ والله بنت. ولد؟ بنت. بنت؟ أيوة. بارك الله فيك. كم عمرك؟ ستة. ست سنوات. وكم تحفظين من القرآن؟ ثلاثة. ثلاثة أجزاء. من الناس إلى قد سمع. أيوة. وماذا تريدين؟ ادعيلي. ها؟ ادعيلي. الله يوفقك ويحفظك ويتمم عليك حفظ القرآن بخير أنت واحفظك أنت والديك والمسلمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أحمد أبو حواش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى زهرك. الحمد لله. ربنا يبارك وحضرتك. معلش شيخنا، كان في كم مسألة كده كنت حابب أسأل فيهم يعني. ايه. شيخنا، لو أنا استلفت من مبلغ من فرض يعني بالجنيه، وبعدين حبيت إن أنا أرد المبلغ ده بعملة تانية مكافأة أو أحسن، هل ده ساعة السداد إذا تراضيتما جاز، اختلفتما فكما استلفت تسدد. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. بعدين يا شيخ مصطفى، كنا جماعة على سفر وكنا تقريبا حوالي 15 فرد تقريبا، وحضرتنا صلاة العشاء ودخلنا مسجد ونوينا صلاة العشاء جماعة قصرا، وطبعا بعض المصلين اختلفوا على ان صلاة العشاء لها سنة بعدية ولا لا، فحبيت استفهم من حضرتك يعني. يعني سؤالك بدون هذه اللخبطة اللي انت لخبط فيها الناس، هل النوافل تستحب في السفر، النوافل الرواتب تستحب في السفر ام لا؟ هذا السؤال. تمام مظبوط كده يا شيخ مصطفى. هذه المسألة يرى جمهور العلماء أن صلاة النوافل تستحب في السفر وفي الحضر. بعض أهل العلم كابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي النافلة في السفر، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ركعة في السفر على ركعتين، ما زاد عليه السلام في السفر على ركعتين. الجمهور يقولون حافظ الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر على سنة الفجر وهي راتبة، وعلى الوتر وهي راتبة، وما نهى عن سائر الصلوات، والصلاة عمل بر نتقرب به إلى الله. وثبت من عموم حديث كان النبي يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. النبي كان يصلي النافلة عموما صلى الله عليه وسلم. فهذه حجج الجمهور. أولا وأعيدوها عليك، أولا أن الرسول عليه السلام ما ترك سنة الفجر ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر. ثانيا، لم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرواتب في السفر. ثالثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رابعا، أن النبي كان يصلي النافلة في على الراحلة في السفر حيثما توجهت به. يعني اصبر أكمل بس. اصبر علي لوجه الله. تفضل. خامسا، أعني على نفسك بكثرة السجود. حجج المخالفين كابن عمر الذي يقتصر على صلاة الفريضة في السفر، ابن عمر، ويقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر على ركعتين. هذا رأي ابن عمر وتبعه عدد من العلماء، ورأي الجمهور ما بينته لك. جزاك الله. ماذا عندك آخر؟ الله يكرمك. الله يجزيك الصحة. وإياكم. مع السلامة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك الله يحفظكم. تفضل. سمحت لدي أربع أسئلة سريع كده. تفضل. توفيت امرأة ولها بنتين وأخت، كيف يوزع ميراثها؟ توفيت امرأة ولها بنتان وأخت. البنتان لهم الثلثان. البنتان لهما الثلثان، والأخت على ما أفهمه ستأخذ الباقي، لأن إذا كانت هي الوحيدة الموجودة فقط. هي الوحيدة فعلا. آه نعم. الله يحفظك. تمام. بارك. السؤال الثاني. عثر رجل على أشورة ذهب في ميدان عام. نعم. رجل عثر على أشورة ذهب في ميدان عام بقاله أسبوع دلوقتي، ماذا يفعل؟ يعرفها لمدة سنة. لمدة سنة. أيوة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لزكاة الذهب، يعني زوجي مش مقتنع بإخراجها كل عام، يعني بيقول لي إحنا كده هنخرب قيمة الذهب اللي معانا. الذهب ذهبك أم ذهب الزوجي؟ الزوج. الذهب الذي معك ذهبك أم ذهب الزوج؟ يعني هو زوجي شاريهولي. يعني ملكك إياه هدية ولا هو حقه؟ لا، ملكه لي هدية. ما أنت المسؤول عنه أمام الله. طب أنا يعني لو أنا المفروض أنا أطلع أنا الزكاة كل عام؟ طبعا، على ما أختاره من الآراء للأدلة وقد سبق الكلام عليها. هذا اختياري من أقوال العلماء. يا شيخ، لو مثلا حد ما عندوش إمكانية يطلع مثلا، بيعي خاتم يا أختي ولا تضيع نفسك يوم القيامة. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. يعني كنت عايزة أحرك سؤال. دلوقتي زوجي بيسافر أسبوعيا يعني، وبيجي يوم في الأسبوع بس، فطبعا الوضع ده بيبقى بيعمل لنا مشاكل دايما، إن إحنا يعتبر مش قاعدين مع بعض. فأنا همي طول الوقت إن إحنا يبقى ربنا كده يجمعنا مع بعض في شقة، فده يعني ده على طول بدعي كده وفكري على طول كده. فهل أنا ينطبق عليه الحديث بتاع من جعل الدنيا همه؟ لا لا لا، الله فكره بين عينيه. فأنت تسألي ربك أن يجمعك بزوجك. أيوه. لا، ما في مشكلة أبدا. الله يسلمك. طيب إدعينا يا شيخ كده ربنا يجمعنا على خير يا رب. الله يجمعكم على خير يا رب، ورزقكم ذرية صالحة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك فضيلتك، معايا مكتبة بيع كتب ثقافية. وبعد حد لفت نظري ان الروايات اللي بتبيعها الاحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ والحياه دي حرام بيعها اساسا، غير ان في بعض الكتب الدينية للمشايخ صوفية وغيره بيعها حرام. فانا وقفت على موضوع الروايات، ان الدولة بتبيعها وتعملها والقصص دي كلها، وما حبيت استفسر من حضرتك يعني على روايات احسان عبد القدوس ونجيب محفوظ والروايات عامة، وقولي كتب الشيخ الشعراوي عليها مآخذ والكلام ده يعني. هو كل كتاب بحسب ما فيه. اما الغالب على نجيب ابن محفوظ لا تقرأ كتبه ابدا. انت تبيع كتب العلماء يا اخي، ولا ليسوا بعلماء هؤلاء، عياذا بالله. خاصة نجيب بن محفوظ هذا له كتب فيها كفريات واضحة، ابتعد عنها، انصحك لوجه الله. وأنا كنت عارف الرواية اللي بالطريقة دي وما بعتهاش، لكن بيتكلموا على الروايات اللي بيبقى فيها بعض الحياة، المشاهد اللي يوصف فيها حياة كده يعني، الغرميات والكلام ده كله، بعض الروايات كده الأدب العالمي كمان بالذات. يا أخي الكريم لوجه الله، انشر خيرا ينتفع به المسلمون، انشر خيرا ينتفع به أهل الإسلام، ينتفع به الخلق. لا تنشر ضلالات تتحمل اسمها بين يدي الله. هذه النصيحة المجملة. وقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله حالي طيب. ما حكم الناس اللي تزرع بالبذور بتاع المشروب؟ تزرع ايه؟ تزرع زراعة بالبذورات اللي هي كزرع بتاع البلدين. والله من سامع يا اخي مش فاهم. الناس بتحط خدمة للأرض بذورات اللي هو قابل البلدين. الروس يعني؟ لا ايوه نعم. بتحصل لها عملية استحالة، يعني بتحصل عملية استحالة، يعني سؤال قريب شبه، هل يجوز سقي الزرع بمياه المجاري؟ بتحصل لها عملية استحالة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا. أخبار معاك إيه؟ الحمد لله. والله ليه على هذا السؤال استفسار كده يعني. اتفضل مرحبا. قول لحضرتك انا محفظ قران تمام. اتفضل يا محفظ القران. طيب بقول لحضرتك الافضل بالنسبه لمحفظين القران ان كل ما واحد يختم من عندهم او واحد عدى 15 جزء او 10 او 10 اجزاء يجي على السوشيال ميديا يقول خاتمه بنيتي ما اعرفش بتاريخ كذا او خاتمه ابن البار والمجموعه دي عدد 10 اجزاء كل ما حد يختم من الصوره على النت وعلى الفيسبوك. الأولى عدم ذلك. ولا الأفضل إنه يجعل هذا عمل خالصا لله، اللي يختم يختم واللي يحفظ يحفظ واللي يشتغل يخلي. الأعمال بالنيات طبعا، لكن كلامك الأخير على وجه الإجمال الأفضل. الكلام الأخير إن هو يعمل في صمت. الله يسلمك. عمل لله، أصل إحنا شغالين في صمت، يعني أنا واحد منا شغال في صمت وخايف من يعني مش أنا مش ضامن نيتي، يعني أنا شغال في صمت ومش ضامن نيتي. أنا وجدت في بعض البلاد في بعض محافظات مصر. تمام. سمعت عن منظر غريب، يعني انصح الاخوان لانهم يفترض انهم اهل سنه اذا حفظوا مجموعه القران من البنين يلبسوهم التيجان والعلامات اللي هي ويمشوا بهم في البلد ويلفوا بهم في الطرقات، انصحهم الا يفعلوا ذلك. يعني انت لست مع هذا الامر؟ لست معه طبعا. تمام. لست معه طبعا. والمشكله انهم اهل سنه، المشكله اللي بيعملها هؤلاء اهل سنه. تمام. يأتون بالشباب اللي حفظت القرآن ولبسوهم تيجان كتيجان الصوفية ويمشوا يزفوهم زفة في شوارع بلادهم. ويا ليتكم يعني يا ليت الرسالة تصل إلى إخوان هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، فعل غريب منهم في بعض محافظات في بعض المراكز في محافظة الشرقية. أيوه رأيت هذا كثيرا يا شيخ مصطفى. وإخوان السنة وغريبون الشكل جدا، ما سمعناه في العالم كله. والله. انك تجمع الحفاظ وتزفهم زفه مثل زفات الصوفيه، ويعني كلام غريب يعني. تمام. لم يفعل هذا على عهد الرسول، وللاسف كما قلت هم اهل سنه، هم مسميين جمعيتهم جمعيه اسم مستقى من اوصاف رسول الله، فننصحهم ان يتقوا الله كده ويفعلوا السنه. تمام يا شيخ مصطفى. انا يعني انا من نفسي والله بفضل الله. خلاص بقى، لا عايزين من نفسك ولا من نفسي، اللي عندنا قلنا. والسلام عليكم. جزاك الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيلتك؟ الحمد لله. بس لازم فضيلتك، انا كان زوجتي خرجت من البيت وكنا متفقين انها هتروح عند قرايبنا تعمل واجب، وكنت مأكد علينا تقعد مثلا في حدود تلت ساعة، لأن عندنا طفلين، طفلة سنة وعشر شهور وطفلة 20 يوم. المهم إنها قعدت حوالي ساعة ونص عند الناس دول، وبعد ما جت أنا رميت عليها يمين الطلاق، قلت لها انطلق بالتلاتة، وأنا كنت في حالة غضب. على هذه الحماقة، يعني ما تدري إيه اللي سبب تأخرها يا أخي، يمكن مسكوا فيها، حلفوا عليها بالله لازم تتعشي معنا. لا أصلا في خلافات بيننا يا شيخ، يعني أنا في خلافات بيننا. أنت ناويها من قبل. فما صدقت اي مشكله، قلت لها انت طالق. ايوه كنت شفت فتوى لحضرتك، وانا مش عارف انا فين من حالات الغضب دي، انا مش عارف. غضب ايه بقى انت كل ما انت مبيت يا حبيبي، انت قلت ممتاز اي فرصه تمشيها تقول لها انت طالق. هو احنا كنا قبل الموضوع هذه ولا ثانية مرة؟ ولا في اي حاجه حبيبي، اول مره تطلقها ولا الثانيه او الثالثه؟ لا أول مرة. خلاص محسوب عليك تطليقة، تحب ترجعها قل لها رجعتك وشاهد اثنين.
تمام وحافظ على نفسك شويه. والله لو اختك ما ترضى لها كده يا اخي، والله لو ابنتك ما ترضى لها كده، واحد كابوس ولا انفعلت طالق، انت طالق تاخرت نص ساعه تقولي طالق، فانت طالق يا اخي ارحمه شويه. والله يا شيخنا بس الطفل عنده 20 ده فضل يعيط، حتى عيط وانت جلست جنب ابوه، او الرسول اشترى حمل امامه في الصلاه، ايه المشكله؟ امسي افترض زوجتك ذهبت لمكان والناس طيبين واحبوها وقالوا والله ما انت ماشيه لما تعشي معك، وارد ولا مش وارد؟ ما احنا في اصلا في خلافات بيننا بين الناس دي يعني. خلاص الله يهديك بس، السلام عليكم. يا رب لا اله الا الله. ينفع عبد الرحمن كده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك شيخنا بس مساله، انا عمتي توفت من يومين. الله يرحمها. الله يرحمها. وهي ما اتجوزتش في حياتها خالص، وليها خمس اخوات، اثنين بنات وثلاثة رجالة، منهم اللي مات ومنهم اللي عايش. يعني هل التركة كده تتوزع للأحياء فقط ولا ايه؟ ماتت وتركت من على قيد الحياة؟ معلش مش سامع يا شيخنا. ماتت عمتك وتركت من حيا؟ تركت من تركت من من الأحياء؟ تركت مين؟ ما هي ليها فلوسها يعني، ده بس اللي ثابته انه يعني. ما اسالش عن فلوس، تركت من من الورثه؟ هي ما عندهاش ولاد. ايوه عندها مين يعني غير الولاد؟ لا هي ما اتجوزتش اصلا يعني. ايوه لها اخوه واخوات؟ ليها اثنين يعني بنات وثلاثه ولاد اشقاء. للذكر مثل حظ الانثيين، وهذه تسمى كلاله. متوفي بيرث يعني عشان كل واحد منهم متجوز؟ لا الميت ملوش، الميت ملوش حاجه. الايه التي تنتظم عمتك قول الله تعالى في اخر سوره النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيب. شيخنا عند السكوت، هل تثبيت اطراف اصابع الاقدام واجب؟ تثبيت اصابع ايه؟ الاقدام على الارض عند السجود. تثبيتها يعني هترفعها عن الارض يعني ولا لمس الارض ولا ايه؟ مش فاهم. وانا بشوف بعض الناس يعني بيرفعوها عن الارض. يرفع رجله؟ لا لا يرفع رجله. لا يرفع؟ ايوه ان رفع ونزلها خلاص الصلاه صحيحه، لكن لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يسجد على سبعه اظن، فسرها العلماء وفسرت في بعض الطرق الجبهه واليدين والركبتين والقدمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفهم الشيخ. تفضل. لو سمحت عايز اسأل بالنسبة للشقة، البيع ولا بالتكسير والشراء بالتكسير يجوز ولا؟ الشقة؟ بيع الشقة بالتقسيط وشراء بالتقسيط، لمن ستبيع ومن من ستشتري؟ عقارات يعني، لو شغال في عقار وكذا ببيع بالتكسيط. لا مانع ما دمت أنت تمتلك السلعة بيع كيف شئت. طيب وبالنسبة للشراء لو عايز اشتري؟ نفس الشيء. تمام شكرا يا شيخ بارك الله فيك. بس تشتريش من البنوك يعني. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله بخير. كان في حد اتصل بالشيخ حضرتك قلت له في موضوع الخلاف ان هو ياخذ بالاحوط. طب هل ده معناه ان يعني لو خدنا الراي الاخر ده بيبقى فيه اسم يعني بأسم، ولا هو الافضل ان انا اخد بالاحوط؟ كل مساله لها ملابساتها المحيطه بها. كل مساله لها ملابساتها المحيطه بها. علماء السلطان يقولون البنوك ما فيها شيء ربا، وهي ربا واضح. اذا اخذت بقولهم ترتكب كبيره. على حسب المساله. لا لو مسألة جمهور مثلا، الجمهور اتفق على رأيه وفي رأي آخر
عليه أدلة أو ليس عليه أدلة؟ بأدلة طبعا بأدلة. خلاص ما عليكش مشكلة في الحالة زي كده. ممكن سؤال شيخ مصطفى تاني بعد إذنك. دلوقتي لو في الشغل بحكم العمل يعني لو في اجتماع بيبقى مع زميلات في العمل بيبقى اجتماع كله في إطار شغل والمكان بيبقى مثلا كله إزاز يعني غرفة مكتب بس كله إزاز يعني كل الناس اللي في المبنى وفي الإدارة شايفين بعض. أنت وهي فقط في أنت وهي فقط في الغرفة من أنت وهي في الغرفة أم مجموعة؟ لا اثنين اثنين بس. أنت وامرأة. بس. طب ما أنت ممكن تتكلم يعني كلام لخبطة وحش. نعم. أنت ممكن تتكلم كلام لن يسمع الكلام. بس هو كله في إطار العمل يعني بيبقى في أحيانا ضرورات إن بيبقى لازم يعني الاجتماع ما بيبقاش. الخلوة هنا وإن كان الناس يرونكم وأنتم في شبابيك زجاجية لكن الكلام لن يسمعه الناس. يعني هو شرط ان الكلام يسمع يعني لو خايف عليك وعليها يا حبيبي والله يا حبيبي لا يعني احذر على نفسك والله وعليها ويا بنت ناس ايضا لا هو ده يعني مقصود ان كله عامه يعني بيبقى فيه نساء انا اتكلم بصفه عامه يعني الخلوه هذه تمكنك من كل كلام سيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابو وعليكم عيدة. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل الله يحفظك وفيك. لو شخص والده مصاب باختلال عقلي من فترة واصبح يعني ممسكا قليلا عن المال يعني ناكتا عن المال بعد ما اصيب بهذا الاختلال. وهذا الشخص تمام وهذا الشخص ولده أصبح يحتاج عملية ضرورية عاجلة وتحتاج لمبلغ معين والده المصاب باختلال عقلي يملكه هل للابن أن يأخذ من هذا المال دون علم والده ويرجعه إليه بالأقساط؟ له إخوة آخرون؟ نعم. اتفق مع الإخوة الذين هم أولياء المجنون يتفقون مع بعضهم بما فيه الصلاح للجميع لكن لا ليس فيها هو لا يأخذ استقلالا يستشير أولياء المجنون يا جماعة يا أولياء الوالد أنا محتاج مبلغ قرض لأني أمر بضائقة وهم يقررون نعم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضلت الشيخ مصطفى بارك الله بعمركم وأعطاك بالصحة والعافية. وفيك يا ربي، تفضل. لكم الدعاء. وفقك الله. بإذن الله عندي استفسار بسيط بس بالنسبة للنوافل هل الأصل فيها فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مثلا حتى في النهار كسنة الظهر الأربعة أو سنة العصر القبلية أربعة هل الأصل فيها والسنة فيها أربعة اثنان اثنان ولا أربعة متصلة؟ وهناك قول بأنها صبرا علينا أربعة. صبرا علي بس تفضل. أنت تسأل عن الرواتب أو عن النفل عموما؟ سنن الرواتب. الرواتب ليس فيها تفصيل هي المقلقة عليك فقط سنة الظهر القبلية تمام لأنها تصلى أربعا ورد حديث لكن لا أراه صحيحا أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء لكن فيه مقال خدت بالك من كده بعد ذلك صليت ركعتين صليت أربع الأمر واسع وأنوه على أن حديث صلاة الليل مثنى مثنى له طريق فيها شذوذ هي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة النهار شاذة فالأمر فيه ساعة تمام بارك الله فيك الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا وبركاته. أنا وفيتك. لدي سؤال لأختي تمام أختي متزوجة من 6 أشهر زوج ثاني ولها ابن من زوجها الأول زوجها كانت هي مشترطة عليه ان هي تشتغل وان هي فيها شغلها حنة يعني رسم حنة البنات او كده وبرضو كانت شرطة عليه موضوع العمل وموضوع ابنها انه يفضل معاه تمام
حاليا تغير معاها، غير ان هو طبعا من اول من ساعه ما تزوج عنده حاله نفسيه يعني يعتبر لم يقربها منذ 6 أشهر. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو معاملته اتغيرت. ليه؟ لان ابنه يعني ابنها حمزه معاه يعني موجود دلوقتي حاليا يعني في البيت، فهو متغير معاها كليا يعني. فهي تعمل ايه حاليا؟ هل تطلب الطلاق؟ شوف يا اخي الكريم، الان يعني هو رفض الوفاء بالشروط. نعم رفض الوفاء بالشروط. نعم. هو مجنون ولا عاقل؟ لا هو عاقل. طيب، ولكن هو يقول لها يعني رفض الوفاء بالشروط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. نعم. يجب عليه الوفاء بالشروط، ان ابى لها أن تطلق ولها كافة حقوقها كمطلقة. نعم لها كافة، ولكن أنصح بالصلح إن كانت المشكلة محددة فقط في جزئيات معينة يمكن حلها، يمكن، وإلا فإن أصرت على الوفاء بالشرط لها ذلك وتطلق وتأخذ كل ما لها كمطلقة. ومسألة يا سيدنا، مسألة ان هو لم يقربها من 6 أشهر، حالة نفسية يعني، عنده حالة نفسية من الامر يعني. والله هذا يعني ضرر واقع على المرأة، ضرر واقع على المرأة، فان طلقت ما عليه اي ادنى مشكلة، قصدي من زواج الأفاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذن حضرتك عم الشيخ، كنت عايز اسأل بس على التأمينات الاجتماعية. أنت مخير أم مجبر؟ إيه والله أنا صنايعي كهربائي. مخير أو مجبر؟ مخير يعني. يعني مجبر على التأمين؟ لا لا، أنا صنايعي بره في السوق، ما حدش يجبرني على التأمين. خلاص ابتعد أفضل لدينك. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا مسألة سريعة دلوقتي يا شيخ، أنا يعني قدامي فرصة سفر. ها؟ أمامك فرصة سفر وبعد؟ ودلوقتي الوضع المادي معايا تعبان جدا، وأنا مضطر يعني إن أنا آخذ قرض من البنك. عبد الرحمن كسول ما بيغيرش الأسئلة بس. اتفضل. ماشي. انا بقول لحضرتك دلوقتي انا مضطر ان انا اسافر. ايوه. والفلوس مقصره معايا شويه. ايوه. فانا يعني صاحب التاشيره اللي بعتها لي وصاحب الفيزا اللي بعتها لي طالب مني جزء من المال. طيب. انا مضطر يعني ان انا اخذ قرض من البنك. طيب. ف يعني يعلم الله ان الوضع المادي معايا فعلا، ان انا يعني حاولت حتى استلف من واحد او اثنين او ثلاثه اللي رفض واللي قال مش معايا وكده. فدلوقتي حكم ان انا اخذ قرض من البنك على قد يعني انا انت على تريد ان تقترض من البنك من اجل فيزا للسفر؟ نعم على قدر. اقترض بس على قد الحاجه، مش اقترض زياده. لماذا تقترض؟ هل انت مضطر لهذا السفر ولا توسع في الدنيا؟ لا مضطر للسفر يا شيخنا والله. لماذا مضطر؟ لماذا مضطر؟ ها؟ للعمل. طيب ما هو يعني ما في عمل هنا في مصر؟ لا انا علي دين، وصاحب الدين يعني الدين ما كتبناش به ورق، لو كتبنا به ورق كان صاحب الدين اشتكاني، لكن هو يطالب بدينه وانا مش قادر اسدد. على كل إن الذي استطيع ان اقوله لك الذي ستقدم عليه كبيرا من الكبائر، فرتب جوابا تجيب به ربك سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ ايهاب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى اخونا بنت فايد، بارك الله فيكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى دلوقتي يعني مستحب، سمعت من حضرتك المستحب تاخير صلاه العشاء، فهل بيبقى الاولى لا هل ستترك الجماعه او ماذا؟ ما هو انا كنت بسال في كده، الاولى ان انا اصليها في الجماعه الاولى في المسجد. طبعا لا ريب ان هذا الاولى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله. ان
تفضل وإياكم. ما تقول إن شاء الله بعد الدعوة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول ربي اغفر لي إن شئت، ربي ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له ولكن يعزم المسألة. ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله. حاضر. في سؤالين حضرتك دلوقتي. هل يجوز الواحد يقول مثلا اللهم اجعلني أشكر الناس لك، أعبد الناس لك؟ والله يا أخي الكريم، الرسول ما قال هذا، هو سيد ولد آدم. طيب السؤال الثاني حضرتك: أول الممتثلين، يا رب اجعلني سامعا مطيعا لك يا ربي. تفضل. ربنا يبارك حضرتك. مش من هدي النبي ان انا ادعي الدعوه دي؟ لا، لم اقف عليها في حتى في هدي الصحابه رضي الله عنهم. ربنا يبارك حضرتك. السؤال الثاني: في شركه فودافون بتعمل مثلا سلفني 4 جنيه بجنيه، يعني بتدوس واحد مثلا هيجي لك 4 جنيه بجنيه. لا يعني سلفني شكرا، ده المعروفة في شركات الفودافون، في سلعة وسيطة دخلت ستدفع 5، وهي كارت الشحن، ما في وسيلة دفعت البيع بالتقسيط، يعني ستدفع 5 بدل 4. يا أخي الكلام أنا فاهم، ده بيع، في سلعة وسيطة دخلت، مش بيع عملة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ مصطفى. السلام عليكم. معلش يا شيخنا هو الخط قطع، بس وانا عميتي حضرتك اللي توفي دي، حضرتك قلت لي يرث الاحياء فقط صح؟ اي طبعا، يرث الاحياء فقط للذكر مثل حظ الانثيين. تمام. معلش شيخنا برضه، يعني انا والدي عايز يعمل لها عزاء وكده، وحضرتك عارف العزاء يعني عندنا عرفا يعني بيجي. هيدفع من فلوسه ولا من فلوس الورثه؟ لا من فلوسها هي. لا ما يجوزلوش. ما يجوز. قول لها تعمل شهم امام الناس، ادفع من جيبك، لكن ما تاكل فلوس الورثه وتاخذ منها. الفلوس الآن ما هي فلوس عمتك، عمتك لما ماتت المال أصبح مال وارث. المال يعني لو باتفاق الورثة كلهم ماشي، إنما هو ما يتصرفش لوحده يعني. ماشي، يدفع من جيبه لو عايز يتصرف. طيب ماهيش سؤال، سؤال. وما يحرجش الناس أيضا، ما يحرجش الناس. طيب معلش شيخنا دلوقتي، هو العزا ده غالبا هيبقى يعني في مقرئ يجي ويقعد الحاجات يعني اللي هم عندنا عرفا دي، فأنا مثل هذه المسألة يعني حضرتك تنصحني أروح أخد العزا بتاع عمتي، ولا المفروض إن أنا مش ما أتواجدش في مكان زي ده أحسن ولا إيه؟ لا إذا عملوا خد العزاء ما فيش مشكلة عليك. أروح يعني أنا وزوجتي مثلا، ولا أروح أنا بس عشان ضرورة وخلاص؟ حتى لو رحت انت وزوجتك ما فيش اي مشكله، يعني خذوا لا تستقبلوا العزاء ما فيش مشكله. تمام يا شيخنا، معلش انا طولت حديث بس حركة. للمعلوميه حديث للمعلوميه حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لاهل الميت من النياحه لا يثبت، معلول ان احتج عليك احد يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ والله انا بخير من فضل الله، في نعم من الله، الحمد لله يا اخي. الحمد لله فضيله الشيخ. والله اعلنها لك وللناس، نعم الله علينا من رؤوسنا لاقدامنا في كل شيء، الحمد لك يا رب. نتقلب في نعم الله ليلا وانت كذلك في نعم من الله لا يحصيها الا هو. الحمد والجميع لله. وما بكم من نعمه فمن الله. الحمد لله. نسال الله ان يوزعنا واياك شكر نعمه يا رب. يا رب اوزعنا شكر نعمك يا رب. اللهم امين يا رب. يا رب اجعلنا من الحامدين يا رب. اللهم امين يا رب. عليك. تفضل. لو سمحت يا فضيله الشيخ، كنت عايز اسال عن حكم العرائس والدباديب للمراه المتزوجه. العرائس والدباديب للمراه المتزوجه، بس هتجيب لها يعني مثلا عفوا دبدوب لصبي كبير تنام تحضن فيه طول الليل يعني، ولا ايه؟ مش المباح للاطفال؟ لا، العرايس العرايس الصغيرة يا حبيبي للأطفال مباحة. أما اللي بيحصل الآن، واحدة بتجيب لها دبدوب كبير مثل زوجها، هذا مثل هذا لا يصلح، لا يجوز. المرخص فيه، المرخص فيه لعب الأطفال للأطفال. لعب الأطفال مثلا إذا كانت الزوجة صغيرة وعايزة تدلع ماشي، لكن الدباديب الكبيرة هذه التي يعني لا ليست بالكبير، انا اعلم ما تقصده ولكن ليست بالكبير. ماشي ماشي يا حبيبي زي كده ماشي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة وعندها صويحبات لها تلعب معهن، تلعب معهن البنات،
البنات العرايس صغيرات، فإذا دخل انقمعنا أي الفتيات يختبئن في أي مكان في البيت، فيسربهن النبي إليها يلعبن معها أي يلعبن بالعرايس معها. فالصغيرات زوجتك صغيرة شوية ماشي دلع شوية ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كنت أسأل حضرتك في مسألتين. أول مسألة، دلوقتي أنا متزوج وعندي 4 بنات. تمام؟ الله يبارك لك. الله يعزك وبارك في حضرتك. أنا دلوقتي يعني إيه حكم الشرع لو أنا كتبت لهم كل يعني كل ما أملك؟ لا تكتب لأحد شيئا، اترك الأمر لله. مرحبا وأهلا وسهلا. طيب في سؤال تاني. الو، السؤال الثاني، دلوقتي كان في قطعه ارض يملكها والدي، تمام؟ والدي بنى دور واحد في الارض دي، تمام؟ واحنا 5 اخوه، كل واحد ربنا يسر له كان هيتزوج، يعني كان بمجهوده الشخصي بتوفيق ربنا طبعا، وبنى ليه شقه يسكن فيها ويتزوج فيها. دلوقتي لينا اخت، الاخت دي المفروض انها ما ساهمتش باي حاجه من الكلام ده، يعني هو بس اللي زي ما قلت لحضرتك كانت الارض والدور الاول ده اللي كان مشاعها اللي والدي كان اعطاه لنا. والدي لما يجي يكتب البيت ده وبالارض كتبوا لينا احنا كلنا، يعني احنا الخمس اولاد والبنت، وكتبوا بينا متساوي يعني. طيب وكل واحد بمجهود وبنى شقه. كتب انتوا بنيتم في حياه ابيكم ولا بعد حياه ابينا؟ في حياه ابينا. وبعدين ابوكم ايضا، يعني انتم ما طلبتم من ابيكم ان يكتب لكل واحد الشقه التي بناها؟ لا، ما احنا ما يعني ما توقعناش ان يحصل اي خلاف، ما قلنالوش اكتب الشقه. شو كتب يا حبيبي؟ هو كتب ان البيت الفلاني ده اللي هو يعتبر الارض والدور الواحد. يا حبيبي صوره الكتابه ايه؟ ما تفلسفش المساله. طيب. كتب ايه بالضبط في الورقه؟ كتب الأرض بما عليها ولا الأرض طابق واحد؟ الأرض بما عليها. الأرض بما عليها، عليها 5 طوابق أو 6 طوابق أو 5 شقق أو 6 شقق. أيوة. قال هذه الأرض بما عليها لأبنائي وابنتي، صح كده؟ تمام، بس هو ما بناش الأدوار الباقية. أيوة أنا عارف، ما أنا بسألتك سؤال. أنت بنيت في حياتها أو بعد مماته؟ اتبنت في حياته. خلاص اتبنت زي اي ولد ما بيبني شقه في بيت ابوه. خلاص الاب انت بنيتها على انها في بيت والدك، ما قلت له اكتب لي شقه يا ابي. فاذا اختلفتما اذا اتفقتما لا شيء في الاتفاق، اذا اختلفتما فتمضي المسائل على ما كتب الوالد. السلام عليكم. مرحبا الشيخ خالد من شاور، ما ادري ما تقول. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارفع درجاتنا في عليين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك الأسرى المسلمين واشف المرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفاضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. يا رب أوزعنا شكر نعمك وزدنا يا رب من نعمك لا غنى بنا عن بركتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.